السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم غادي نقدم لكم فيديو على طريقة تحضير غريبة البهلة الغنية عن التعريف. نتمنى يعجبكم وتجربوها وتشاركوها مع احبابكم. نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. تجو 500 غرام ديال الدقيق مغربل، الدقيق الابيض نوع جيد، كاس العنبه الزيت، كاس العنبه سنيده، نص ربع ديال الزبده هي 125 غرام الزبده، نص كاس ديال اللوز محمر ومطحون، نص ربع كاس ديال العنبه زجلان محمر. بالنسبه للوز كنخليوه بقشوره، خميرة ونص ديال الخميرة كيماوية، شوية ديال القرفة اختيارية، وقبصة الملح. دابا غادي ندوزو للطريقة. غادي نوضعو الزبدة على الدقيق، وغادي نقومو بهذه الطريقة هكا. نبسبسو هاد الزبدة مزيان، تخلط مع الدقيق بهذه الطريقة. وهنا كيف ما كتشوفوا، بعد ما مزجنا مزيان الزبده مع الدقيق تولى على هذا الشكل هذا، غادي نزيد دابا السكر. سجلان اللوز، بالنسبه للوز اختياري، اللي بغات دير كاوكاو ديرو، اللي بغات دير اللوز ديرو، اللي متوفر عندكم هو اللي تستعملوا. القبصة ديال القرفة والملح اللي ديجا ضفناها، غنزيدو دابا الخمارة. من بعد ما ضفنا الخميرة، انا تغربلتها، عاد غادي نخلطو مزيان هاد النواشف، ومن بعد نجمعو الدقيق بالزيت اللي عندنا على حسب الدقيق. الى كاس كافي، الى ما كفاناش نزيدو واحد المعلقة ولا زوج ديال زيت المائدة. المهم راه كتكون كافية على حسب نوعية الدقيق واش كيشرب ولا لا. بعد ما جمعنا، بعد ما دلكنا مزيان الخليط، الى لقيناه باقي ما تجمعش غنزيدو معلقه ديال الزيت، ولكن غادي تكون باخر حاجه كنديرو، يعني السر ديال التشقق ديال البهله هو ان ضروري خصنا ندوز على هاد الحكاكه بهاد الطريقه. نحكوها مره وجوج وثلاثه، ندوزها كامله من الحكاكة. هذا هو السر باش كتشقق. انا صراحة هذه الطريقة باش كنستعمل وناجحة 100%. يتبعوا الطريقة وان شاء الله غادي تخرج لكم بلا كي حبيتوها وكي تشهيتوها ان شاء الله. كندوزو الدقيق، كندوزو، سمح لي، كندوزو هادشي كاملة بهاد الطريقة هادي. مرة وجوج وثلاثة حتى يدوز كاملة.
غادي نجمعوها ونبداو نشكلو كويرات باش نديروها في لاطا. بالنسبه لي انا مزيانه، ما غاديش نزيد الزيت، الكاس ديال الزيت كافي، هذا زدتو ولكن ما استعملتش هاد جوج معالق محتاجهمش. نتوما عينيكم ميزانكم على حسب الدقيق اللي عندكم، الا كان فيه الشرب راه كافي هذاك الكاس اللي عندها، ما تحتاجوش اكثر. هيا نجرب هذا الجمع لينا في تما بهذه الطريقه، هذيك تشريبه طيبة على هاد الشكل هدا، نتلاقا بعد ما نوجدها في اللاطا. كيف ما كتشوفو معايا هادي هي الغريبة ديالنا بعد ما درناها في اللاطا. أنا درت فيها هاد القياس متوسط، ما درتهاش كبيرة بزاف، زدت ليا هاد العدد كل طوا فيها 24، هادي ما كاملاش. المهم كتهز فوت 30 حبة، غندخلها الفران اللي يكون ما سخنش بزاف ونشعلو عليها الفوق، تكون العافيه منقوسه بالنسبه للناس اللي عندهم الفران تاع الغاز، تكون العافيه مهيله تشعل من الفوق باش تشقق، من بعد عاد نشعلو عليها لتحت. والفران تدو، انا شعلته دابا على 150 درجه، ما غاديش نخليه يسخن بزاف، وغنشعل عليها الفوق تتشقق عاد نشعل لتحت ونتلاقاو بعد ما طيب. وهذه هي الغريبة ديالنا بعد ما طابت، كتجي لذيذة بزاف ومرملة. نتمنى تعجبكم ويعجبكم الفيديو وتشاركوني التطبيقات ديالكم وتخليوا لي تعليق وتفعلوا الجرس، وشكرا بزاف على المتابعة، وإلى فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.